يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا خصت صلاة الفجر بأنها مشهودة مع أن العصر كذلك مشهودة حيث إن الملائكة تنزل فيها؟ الفجر خصت بأنها مشهودة، والعصر الصلاة الوسطى، والفجر يجهر فيها بالقراءة، خلاف العصر فإنها صلاة سرية. الله أمر بتطويل القراءة لأن الملائكة يحضرون ويستمعون القرآن، أما العصر فهي صلاة سرية.